بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. عجب البقيع مغردا يا حادي، عجب البقيع مغردا يا حادي، عجب البقيع مغردا يا حادي. الأبيات منسوبة للإمام الرضا سلام الله عليه، يظهر الإمام كتبهن وهو في خراسان، لأن الاشتياق ظاهر في الأبيات لأهل بيته في المدينة. يجلس رسالة للمدينة الإمام. عجب البقيع مغردا يا حادي، واقرأ سلامي للنبي الهادي. سلم لي على جدي رسول الله، واقرأ سلامي للنبي الهادي، واسأله عن صحبي وأهل مودتي، والآل والأهلين والأولاد. عجب البقيع مغردا يا حادي، واقرأ سلامي للنبي الهادي، واسألوا عن أهلي وعن صحبي وأهل مودتي، والآل والأهلين والأولاد، والآل والأهلين والأولاد. سكنوا اللحود وخلفوني بعد، سكنوا اللحود وخلفوني بعدهم، أبكي لفقدهم بدمع بادي 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 بادي. هاي إذا الرضا هيك يقول، أنا وياك شنو نقول؟ أبيات مباركة، أقول لك منسوبة لإمام معصوم سلام الله عليه، يعني منسوبة للإمام الرضا. عجب البقيع مغردا يا حادي، واقرأ سلامي للنبي الهادي، واسأله عن صحبي وأهل مودتي، والآل والأهلين والأولاد. سكنوا اللحود وخلفوني بعدهم، أبكي لفقدهم بدمع بادي، فوقفت حيرانا حيرانا حيرانا، يقول الرضا، فوقفت حيرانا لأجل فراقهم، وهنالكم شغفا نحرت فؤادي. فوقفت حيرانا 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 لأجل فراقهم، وهنالكم شغفا نحرت فؤادي فؤادي، أسفا عليهم شردوا عن دورهم آل البيت، أسفا عليهم أسفا عليهم أسفا عليهم، شردوا عن دورهم، وهم البدور وسادة الأسياد. أسفا عليهم شردوا عن دورهم، وهم البدور وسادة الأسياد. قتلا وسما قد قضوا آجالهم، يقول الرضا. الله أكبر. أيها الثامن الضامن، روح ماك هذه الليلة، نظرتك هذه الليلة. إي والله يا قتلا وسما قد قضوا آجالهم، فبكاهم الوادي ومن في الوادي. قتلا وسما قد قضوا آجالهم، فبكاهم الوادي ومن في الوادي. يقول الرضا هيهات
أبد. أي تهيأت الزمان بمثلهم وهم البدور وزادت الأسياد وهم البدور وسادت الأسياد الأسياد الأسياد. سيدي يا علي ابن موسى، هاي الرسالة تقولت للمدينة وأهل المدينة وصلتها لأهل المدينة، بعد عندك رسالة ثانية؟ يو خلص ما عندك شي وياي. قال لا والله أكو عندي رسالة ثانية ما أريد توصلها يا حادي. المن يا حادي؟ دعنا نمر بكربلاء. دعنا نمر بكربلاء. ايش عندك بكربلاء يا علي ابن موسى؟ هسه المدينة بيها آبائك وأجدادك وجدك النبي، كربلاء شكو؟ دعنا نمر بكربلاء، فكربلاء فيها الحسين، فكربلاء فيها الحسين وجملة الأمجاد الأمجاد قتلوا إلى جنب الفرات. يا ويل عليهم، قتلوا إلى جنب الفرات وماؤه منعهم إيا ذو الأحقاد. أيوة قتلوا إلى جنب الفرات وماؤه منعهم إيا ذو الأحقاد ذو الأحقاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن في آثار الأعمال قلنا أن للأعمال آثار وجزاء. خلوني الليلة كلش أرتب البحث إن شاء الله تعالى، باعتبار بكرة راح نختم، خلوني أرتبه بشكل سليم. بركة الله الليلة أحاول أكمله حتى الليلة الآتية نخليها للصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام. نختم باسم الزهراء عليها السلام وبفضل الزهراء عليها السلام. قلنا للأعمال آثار وجزاء، صحيح؟ لما بحثنا في آيات القرآن عن آثار الأعمال وجزاء الأعمال وجدنا أربع مجاميع، أربع مجاميع، أربعة مجاميع لآثار الأعمال في القرآن. الآيات المجموعة الأولى آثار الأعمال فيما بينها، هاي لقيناها محطات أو محطة واحدة؟ محطات، يعني المجموعة الأولى محطات. المحطة الأولى كانت آثار كلية، إذا الإخوة يتذكرون، على مستويين سلبي وإيجابي، صحيح؟ زين. المحطة الثانية آثار جزئية على مستويين إيجابي وبيناها. المحطة الثالثة أعمال تبدل السيئات إلى بيناها. المحطة الرابعة أعمال تخلي الأثر شنو؟ الأثر يصير أكو تبادل، تتذكرون مثال الرصيد؟ من قلنا رصيد؟ يصير أكو تبادل بالحسنات والسيئات كالغيبة والقتل، أحسنتم. زين، البارحة أنا انتقلت إلى المجموعة الثانية، يعني المجموعة الأولى أكملناها اللي هي آثار الأعمال فيما بينها، انتقلنا إلى المجموعة الثانية لآثار الأعمال اللي هي شنو؟ علاقة العمل بالعامل، أحسنتم. هاي ما كملناها لأن أكو عندي بعد مجموعة ثالثة ومجموعة رابعة، لأن إن شاء الله نكملهن. زين، طبعا إخواني البارحة أنا انتقلت إلى المجموعة الأولى الثانية، بس بقت أكو إشارة اليوم جت ببالي للأولى، خلي أرجع شوية للأولى أقول هاي الإشارة وأرجع للثانية في علاقة الأعمال فيما بينها. بالأحرى مو إشارة، أكو إشارتين أرد أبينهن وأقرأ لكم بعض آياتهن إن شاء الله تعالى. الإشارة الأولى إخواني أعمال فيما بينها، أكو بعض الأعمال
إذا يرتكبها إنسان عادي شيء، بس إذا يرتكبها على المستويين السلبي والإيجابي كما سأبين، بس إذا يأتي بها إنسان إلى فد مكان اجتماعية مرموقة يكون أثرها شيء آخر. وياي الأحبة، على المستويين الإيجابي وال يعني بتعبير آخر، أكو حسنة من يرتكبها عمر من الناس عادية، بس زيد إلى مكانة مرموقة، فلما يأتي بهذه الحسنة يكون أجرها شنو؟ مضاعف. بالمقابل أكو سيئة من يرتكبها زيد العادي من الناس، مثلا هاي السيئة يطوع ليها صوت بالقبر، مثلا صوت. نفس السيئة إذا ارتكبها إنسان عند مكان اجتماعية خاصة بحيث من خلال فعله لها راح يأثر على مجموعة من الناس بارتكابها، راح يضربوه بدل الصوت شقد؟ 20 120 30 صوت. ذاك يضربوه نفس السيئة صوت، هذا نفس السيئة يضربوه شقد؟ 20 مثلا. هذا اني هم كونين أشر لهم قبل أن ننتقل للثاني، المجموعة الثانية. هسه تقول لي هاي الثقافة بالقرآن موجودة؟ نعم موجودة. وين موجودة؟ أبين لك شلون موجودة. أصلا أنا هذا البحث جبت الارتباط بعلي بن أبي طالب والمعاد، هو هذا سبحان الله البارحة راح عن بالي، هو هذا هنا ارتباطه بعلي بن أبي طالب. شلون سأبين علي بن أبي طالب بالحسنة مو بالسيئة؟ حاشاه حاشاه، بالحسنة علي بن أبي طالب، بس مثلا بالسيئة. يا نساء النبي، وياي الأحباب، يا نساء النبي، نساء النبي لارتباطهن بالنبي. إلهن وضع خاص يوم إلهن وضع خاص لارتباطهن بنبي. شوفوا هو الذنب خل ترتكبه امرأة عادية، زوجتي وزوجتك مثلا ارتكب الذنب، يقولون هذا الذنب عليه مثلا كذا عذابه. خل نرجع على الصوت، أسهلنا هذا صوتين صوتين. أما زوجة النبي من ترتكبه أضعاف. شوف ولهذا هاي الثقافة تناقض ثقافة الخابصينة، أنه خل نسكت عن الأخطاء لأن اللي يرتكبن الأخطاء بعض زوجات الأنبياء. القرآن الكريم يقول بالعكس، بعض زوجات الأنبياء إذا ارتكبن أخطاء فذنبهن شيكون مضاعف، مو نسكت عنه. هسه أنا ما أرد أسيء لأحد، أنا لا جاي بأسماء ولا مؤشر من قريب، قاعد أسولف كمبدأ عام، كمبدأ عام. القرآن هيك يقول مو أني، يا نساء النبي، هاي آية لو مو آية، آية بالقرآن، شو يريد يقولوا لي؟ طائفية هاي الآية طائفية؟ اللي يقولون القرآن طائفي ذاك شيء، أنا قاعد أقرأ آية. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة إلى أن تقول يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين. أما الإمرأة العادية اللي تأتي بهذه الفاحشة يضاعف أو لا يضاعف؟ لا، جزاء سيئة سيئة شنو؟ مثلها مثلها. فإذا بعض الأحيان الحسنات تتضاعف، بعض الأحيان هم شنو؟ السيئات تتضاعف. ليش تتضاعف؟ إذا كان الآتي بهذه وتلك إلى فد مكانة خاصة. ولهذا ينقل عن السيسة من باب احنا نقرأ يا مسادة كرام، السيد المرتضى رحمه الله كان عميد الطالبيين في بغداد الهواشم، يقولون كان إذا يجيبوا له سيد مسوي مخالفة، مثلا إذا ذاك يقتطع من راتبه، أفرض مثلا 10%، السيد إيش قد يأخذ من راتبه؟ مثلا 20%. يقول له مو أنا ابن رسول الله ابن عمك، يقول له لأنه ابن رسول الله أضاعف عليك العذاب. السيادة إلها ضريبة يوم ما لها ضريبة؟ انتسابك من رسول الله إلى ضريبة. فيقول له ما دام سيد أنا أحاسبك أكثر من العامي، لأن هذا انتساب رسول الله صلى الله عليه، تكون تحافظ عليه. شوفوا زين، هسه هذا الجانب السلبي. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة أن تقول يضاعف لها العذاب ضعفين ضعفين ضعفين،
فإذا وحدة قامت بوجه إمامها الشرعي علي بن أبي طالب وجدت قاتلة ذنبها ذنب يو الذنب مضاعف. القرآن يقول مضاعف، بعد أنا ما أدري القرآن إيش يقول. القرآن يقول، يعني نتكلم بأدب، القرآن يقول زين. بالمقابل إنسان إلى مكانة اجتماعية خاصة وعنده معرفة خاصة وجاء بحسنات أيضا شنو؟ ليش ما تجاوبوني؟ يضاعف له الأثر، الجزاء يضاعف له، مو قلنا بالجنبتين؟ هذا موجود في القرآن موجود. موجود وين موجود؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها. ضعف يو مو ضعف، أضعاف يو مو أضعاف، ها؟ أو مثلا من جاء بالحسنة فله خير منها، أو مثلا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولهذا مثل شنو إنسان عنده مكان اجتماعية حسناته تكون مضاعفة إذا جاء بعمل حسن؟ واي ستقول لي مثلا رجل الدين مصداق من المصادق، رجل الدين مصداق، وإلا بقية شيخ العشيرة إلى مكان اجتماعية يوم مائلة إذا يجيب حسنة ويحقن الدماء ويحفظ أعراض الناس ويسهل الأمور ييسرها ما يصعبها ويحاول أن يكون طرف بالحل مو طرف بالمشكلة، هذا ثواب أضعاف يوم مو أضعاف، هذا أضعاف يا إخوان، هذا ثواب شنو؟ مو بس شيخ العشيرة ولا بس رجل الدين ولا بس مثلا المدرس المعلم بالمدرسة، هذه أمور شهر رمضان شهر تربية وتعليم، شهر تغيير من السيء إلى الحسن. المفروض يلتفتون الأحبة، أنا ما قاعد يعني أسولف سوالف أضيع بها وقت، هاي حقائق قرآنية قاعد أحكيها. المدرس المعلم ذول اللي أبنائنا أمانة عندهم الآن، أبنائنا أمانة عندهم الآن، هذا قدوة لتلاميذه يوم مو قدوة بالنسبة لتلامذته إلى مكانة اجتماعية خاصة يومائلة. وإن كان هسه مع الأسف المدرس والمعلم الآن ما محترم، سابقا كان ينظر إلى بتبجيل وتقدير واحترام، كان الطالب يستحي يسولف قدام أستاذه. الآن مع الأسف الأساتذة تضرب، الآن مع الأسف أنا ذاك اليوم شوف الصورة دزولي إياها في محافظة من المحافظات، ما أرد أسيء لأحد، طالب ضارب أستاذة سكينة بظهره وبالمدرسة. شنو هالوضعية اللي وصلنا لها؟ يعني شنو هالوضع اللي وصلنا له؟ ليش هذا الوضع اللي وصلنا له؟ ليش مو إحنا نقول أملنا بالجيل القادم؟ شا إذا الجيل القادم بالمدرسة خالة سكينة بعد عليه ما نحن نخلي الأمل؟ ما تقول لي عليه ما نخلي الأمل إحنا؟ ليش هيك يعني؟ ليش نودي أبنائنا للمدارس مؤدبين يرجعون يشتمون ويفشرون يكفرون؟ أكو مدرسة تعلم هاي الأمور؟ مدرسة ربي تربية وتعليم يسموها، وين التربية؟ أوديه مثل الورد يرجع لي يكذب ويشرب جقاير ويشتم ويفشر، شنو من مدارس هاي؟ أقول مدرسنا معلمنا قدوة التلاميذ يوم مو قدوة، قدوة يا إخوان، إذا اهتم بالتدريس وحافظ على الأمانة وما فكر بالدرس الخاص و و و القرآن الكريم يقول هذا أجر شنو؟ ها؟ مضاعف، هذا الله يضاعف له الأجر جل وعلا، إيش ما يتعب على الأمانة اللي عنده إيش ما الله يضاعف له الأجر جل وعلا، ما يحسب له الحسنة بحسنة، حسنة بحسنات يحسب له. بالمقابل سيئتهم سيئات باعتبار هو إلى مكانة اجتماعية، فالمدرس من يرتكب سيئة أو شيخ العشيرة أو رجل الدين أو 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 أي واحد بالنتيجة هم شي يكون عذابه؟ ها؟ يكون مضاعف، مضاعف يكون، هم يكون مضاعف، ثنين مضاعف. أشوف
مدرسة من مدارسنا في بلدنا الكريم، مدرس صايح على طفل ما أعرف شنو، أو ضارب الطفل مثلا، يعني تلميذة بالمدرسة أسي يظهر على الطفل ما شو مسوي اللي جابر أستاذه أن يضربه ضربة لعله بسيطة لعله كذا، توقع وتجي عشيرة تكتب على المدرسة، المدرسة مطلوبة للعدالة ما شنو، مطلوبة دم ما أعرف شنو، والمدرسة أسبوع ما حد يداوم بيها، والله شنو عشيرة. أقول هذا يعني أنا ما أدري، إحنا بالقرون الوسطى، إحنا وين، إحنا بيا زمن يا إخوان، والله غريب يعني ما أدري، يعني إحنا بيا وضيع بيا زمن، إحنا وين عايشين إحنا بابا؟ هاي بأفغانستان ما موجود هيك سوالف، بأفغانستان ماكو هيك، بالصومال هيك سوالف ماكو، بالصومال عيب هذا يعني، والله عيب هذا. شنو مدرسة مطلوبة؟ شنو أستاذ مطلوب؟ شنو دكتور إذا مات عند المريض يبتلى على عمره يطبون يكسرون المستشفى؟ وأنت مطلوب والمستشفى تتوقف، أنا في محافظة من المحافظات جوني كذا أهل المستشفى، قالوا شيخنا تركنا المستشفى وطلعنا والمستشفى صار أسبوع مغلق. قال يا هو اللي يجيب صدمة، يا أدري شنو إحنا؟ يقول قمنا نخاف نعالج الناس، شي يصير ننبسط، شنو هالوضع هذا؟ وين رايحين احنا؟ مثلا تفتولي، واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، شنو هو الآمنا به؟ وإذا يتلى يعني من هو؟ قرآن. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. أنت إذا تسمع القرآن تقول آمنا به، نعمل بمقتضاه، القرآن حق من ربنا، ثم تقول الآيات أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ها الأجر مضاعف يوم ما مضاعف؟ أولئك يؤتون أجرهم شنو؟ أو آخر آية أقرأها حتى أنتقل للمجموعة الثانية، آخر آية اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم مو كفل شنو؟ كفلين من رحمته، يعني الأجر مضاعف يا ما مضاعف؟ مضاعف. وبالجانب السلبي هناك هم مضاعف يا ما مضاعف؟ نستجير بالله مضاعف. شنو ربط هذا البحث بالإمام علي؟ النبي قال ضربة علي شنو؟ تعادل شنو؟ شلون؟ هاي ثقافة قرآنية تعادل عبادة الثقلين يا مو ثقافة قرآنية؟ نعم قرآنية. مضاعفة الأثر والجزاء ثقافة قرآنية يا مو قرآنية؟ ضربة واحدة تعادل عبادة. أو مثلا لما تلقون هاي مهمة، أكو بعض الجهلة يعترضون مثلا في روايات آل البيت زيارة الحسين تعدل كذا حجة كذا عمرة، تعدل عبادة كذا سنة، تعدل 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 زيارة الحسين في الروايات المتواترة الصحيحة السند. زين يقول بابا ايش دعوة هالمضاعفة؟ أقول له المضاعفة ثقافة شنو؟ قرآنية. قرينا بعض آياتها، هاي ثقافة قرآنية، أهل البيت ما جابوا شيء من خارج القرآن حتى تستغرب، يعني هاي ثقافة إلهية. ما أدري الليلة الجاية يا ليلة، ليلة القدر، ليلة القدر شنو؟ خير من ألف شهر، يعني مضاعف العمل بيها يوم ما مضاعف. خو مثل ما ليلة خير من ألف شهر، زيارة الحسين هم تعدل ألف حجة، نفس الثقافة، يعني ثقافة شنو؟ الأضعاف. لا ثقافة الأضعاف، ضعف ضعفين ثلاث أضعاف أربع أضعاف خمس أضعاف، هاي ثقافة قرآنية ما بيها مشكلة، ما بيها مشكلة. ضربة علي تعادل عبادة الثقلين. زين أنتقل إلى المجموعة الثانية. البارحة قلنا بالمجموعة الثانية، أستعجل شوية حتى أكمل، لأن يعني عندي بعد مجموعتين. المجموعة الثانية علاقة العمل بالعامل.
قلنا العلاقة بين العمل والعامل علاقة شنو؟ تكوينية. تذكرون البارحة قلنا تكوينية، يعني ما ممكن الإنسان، هاي وايد مهمة النكتة، ما... لأنه العلاقة تكوينية، يعني ما ممكن الإنسان يسوي عمل ما يترتب عليه أثر يو حسن يو شنو يو سيء، ما ممكن، لأن العلاقة بين العمل والعامل تكوينية، فما ممكن يتخلف الأثر، والأثر يكون لصاحب العمل مو لغيره، لأن العلاقة شنو تكوينية. ولهذا يقول القرآن الكريم إن أحسنتم أحسنتم شنو لأنفسكم وإن أسأتم فلها، كما يعبر القرآن الكريم. زين، قلنا هنا أكو أصلين بهذا بهاي المجموعة الثانية، خلنا نشوف بس ذني الأصلين. إيه والله بس ذني الأصلين حتى ننتقل للمجموعة الثالثة. استعدوا، أكو أصلين. الأصل الأول يقول كل إنسان يحمل جريرة الذنب، وهذا الأصل مو موجود فقط في القرآن، موجود في القرآن وفي كل كتب السماء. كل إنسان يحمل جريرة ذنب. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. هذا الأصل الدستوري ذكرناه في التوراة، في الإنجيل، في الصحف، في القرآن الكريم. شنو هذا الأصل الدستوري؟ وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. كل من يتحمل مسؤولية شنو؟ ذنبه. هذا الأصل الأول. بالمجموعة الثانية اللي هي ارتباط العمل بالعامل، كل إنسان يتحمل مسؤولية عمله، هذا الأصل الأول. وهذا القرآن الكريم يقول لأهميته خليناه بكل كتب السماء، هذا الأصل. شلون هاي مال في سورة الأعلى إن لم تخن الذاكرة رب العالمين يقول الكذا إلا عن خافق وانا النفس على وابزيما، بعدين يقول كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا. إن هذا يعني هذا الأصل لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم. شوف أقوى. عجيب القرآن، عجيب. يقول ذني المواد الدستورية ترى موجودات بكل كتب السماء، أساسها هذا من الأصول الموجودة بكل كتب السماء. شلون قضية الإمام المهدي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا يقول مكتوب بكل كتب السماء. هسه هذا الأصل هم مكتوب بكل كتب السماء. هسه شكد حلو لو واحد يجمع لنا ذني الأصول اللي القرآن يعبر عنهن بالخصوص أنهن مذكورات في كل كتب السماء، ويدقق بيهن ويستخرج منهن لآلئ ودرر وأسرار، كنظرية جديدة نطرحها أو ندرسها لم تسلط عليها الأضواء سابقا. شكد مهم. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، الأصل الثاني شي يقول بعلاقة العمل بالعامل، يقول يا إنسان لا تصدق أنت تنجو يوم القيامة من دون عمل، إيمان وعمل. وياي الأحبة، الأول أنت الأصل الأول بعلاقة العمل بالعامل، يعني الإنسان بعمله أنه أنت تتحمل وزر عملك، ألا تزر وازرة وزرة. الثاني تريد تنجو أو تريد تهلك، تنجو بعملك وتهلك شنو؟ بعملك. يوم القيامة من دون عمل ماكو نجاة، وإذا العمل سيء ماكو نجاة، وإذا العمل حسن أكو شنو؟ فلا تبقى على الأماني، يعني خاف تخلي شيء ببالك أماني، تقول يلا الله أرحم الراحمين يمشينا إياها، إي الله أرحم الراحمين بس ما يمشيك إياها. هذا الأصل الثاني بعلاقة العمل بالعامل، الله أرحم الراحمين ورحمته تخليه ما يمشيك إياها. ها؟ خاف واحد يريد يضحك على روحه مثلاً، هذا الحكي ما يمشي عند رب العالمين. وين هذا الأصل الثاني؟ شوفوا، وأن
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أصل 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 أصل، لا حد يضحك على روحه. أيها الناس سمعوا وعوا، هذه حجة عليكم الآيات. أنا مو فقط أتكلم وياكم، أتكلم مع اللي يسمعوني بالفضائية في كل العالم، أقولهم لا تضحكون على أنفسكم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله، هذا أصل ثاني ما في نقاش. من دون أن تزرع في الدنيا لا تحصد في الآخرة. تشوف غيرك يحصد، أنت ما عندك حصاد، يعني أنت مزارع حتى تحصد. أنت مزارع، أنت مزارع، إيش تحصد؟ تحصد سراب، خيبة. أما أكو من يزرع ويزرع شوك، يحصد شوك، يعني يعمل بس عمل سيء. أكو من يزرع بس يزرع عنب، عمل حسن، إيش يحصد؟ عنب. ما بيها. زين، المجموعة الثالثة للعلاقة بين العمل وجزاء العمل. المجموعة الثالثة تأثير الأعمال على الغير. المجموعة الرابعة تأثير الأعمال على الكون. عجيب 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 القرآن شو يسوي، عجيب. شوف هذا العمل أثر بينه وبين العمل، أثر بينه وبين العامل، أثر بينه وبين الناس، أثر بينه وبين الكون. عمل هو، وأنت تقول رب العالمين شلون يعاقبني على عمل؟ أنا البارحة قلت، قلت العلاقة كيفية مو زمانية. هسه مو بس كيفية مو زمانية، هنا القرآن شي يقول؟ يقول بابا هذا العمل اللي تجيبه تأثير الحسن على الناس أنت تأثر حسن، والعمل السيء تأثيره على الناس هم شي يكون سيء. يعني يا ريت التأثير بس على نفسك، بل القرآن شو يقول أكثر من ذلك؟ يقول تأثير الحسن على الكون حسن، وتأثير السيء على الكون هم شنو؟ سيء. فأنت لما تأثر على الكون كله تستحق عذاب بمقدار ذلك أو لا تستحق؟ ما أدري هسه قاعد أوصل الفكرة يا ولا. يعني هي مو قضية أنا ارتكب الذنب بيني وبين روحي والذنب تأثيره بس علي وأبوك الله يرحمه الله يعاقبني بمقدار ذنبي. هذا الذنب راح يأثر على الناس كلها، راح يأثر على الكون كله. زين، هذا لما يأثر على الكون كله ايش راح يأذي البشر؟ ايش راح يأذي البيئة؟ ايش راح يأذي الحيوانات؟ ايش راح يأذي؟ زين، رب العالمين عادل يوم مو عادل؟ هاي كلها كون ياخذ ثارها رب العالمين. مو هاي المشكلة، مو قضية رب العالمين مسوي نار ويعجبه يجيب يدب النار حتى يرتاح يشوف عباده، ابدا مو انت الحكي. رب العالمين يقول يا خلقي انا سويت لكم قانون بالدنيا، قانون، نظام، نظام. هذا النظام هو ياخذكم لو للجنه لو للنار. ما يعني القضيه مو انا ارد اعذب، انا خلقتكم ضمن قانون تكويني، ما بي نقاش، ما بي مسامحه، ما بي مجامله، ما بي واسطه. هذا القانون لو ياخذكم للجنه يو المن يو للنار، ما له ربط موضوعي. زين، تاثير الاعمال على الغير شلون؟ مثلا شوف القران شو يقول، ارجوكم ارجوكم. تاثير العمل على الغير، المجموعه الثالثه، شوفوا هاي الايه ايش قد عظيمه. الله، شنو من درر قرانيه. وليخشى الذين، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. شنو معنى الآية؟ يا بشر انت تخاف خاف تموت وذريتك من بعدك تكون ايتام، والناس تستضعف هؤلاء الايتام فيضيعون،
مثلا تخاف زوجتك تتزوج، اذا انت مثل زوجتك تتزوج من بعدك، زوجها مش يقولها؟ يقولها ذولا شنو؟ ذولا ما نريدهم. زين وين توديهم؟ يذبوهم يم بيت ابوهم، بيت جدهم، عمامهم. ذولا مثلا ما يرحموهم، مو اولادهم، بالنتيجه هم مو اولادهم. زين هم يحتارون باولادهم باولادك، ما يهتمون بيهم. زين يصيرون على المجتمع، يصيرون بالشارع. الناس هم تضحك عليهم وتأذيهم. تخاف على ذريتك من بعدك؟ إلهي أخاف إذا متت أنا من وقت أخاف عليهم. رب العالمين يقول إذا تريدهم ما ينظلمون لا تظلم الناس ولا تظلم أولاد الناس. الله أكبر. يعني ظلم أولاد الناس هذا الذنب أثره، أثره بقى بس عليك يو على غيرك. تتذكرون قبل كم ليلة من قلنا أقامت جدار لأن أبوهم صالح؟ تتذكرون ما تذكرون؟ نفس الشيء، هذا نفس الشيء، هذا نفس الشيء. بس احنا هاي الآية ما جبناها بذاك الوقت. تريد أولادك من بعدك ما ينظلمون لا تظلم أولاد الناس. إذا ظلمت الناس، أولاد الناس، أيتام الناس، كذا كذا كذا، مشكلة عملك هذا راح يأثر على غيرك. هذا بقانون العمل يا إخوة. يعني والله ما أعرف شلون أوصل الفكرة. هذا بقانون العمل اللي ما يقبل نقاش عند الله. فإذا العمل يأثر على الغير لو ما يأثر. هسه من بعد ما شرحت الآية خلي أعيدها حتى تلتفتون معناها. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية. ها خايفين على ذريتكم من بعدكم؟ اتقوا الله في أولاد الناس، الله يحفظ لكم إياهم. الله يحفظهم. إذا ظلمتم الناس أولاد الناس أولادكم هم شنو؟ بقانون العمل راح يتأذون. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. شوف اتقي الله ذريتك الله يحافظ عليها. زين نعمل يوم خوش بشينا. المجموعة الرابعة وهي الأخيرة. ها المجموعة الرابعة شنو قلنا؟ ها؟ تأثير العمل على الكون، كل الكون، على البيئة. فصار عندنا تأثير عمل عمل، تأثير عمل عامل فرد، تأثير عمل ناس، تأثير عمل كون. شوف التصاعد، شوف التصاعد. فأنت تظلم نفسك وتظلم غيرك وتظلم الكون بذنبك، وبالمقابل إذا أحسنت تحسن لنفسك ولذريتك وللناس وللكون. وا 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 شوف هذا العمل البسيط اللي إحنا نجيبه من دون تفكير شو يسوي؟ أي عمل أنا وياك نرتكبه؟ شوف بالقانون التكويني الذي خلق الله الكون عليه شو يسوي وإحنا نايمين غافلين؟ نسويه ببساطة، إحنا ما نفكر بعواقبه. هسه هنا تفهم قول إمامك أمير المؤمنين لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أظلم نملة. الله أكبر. على أن أظلم نملة أسلبها والبشعية ما فعلت. الله أكبر. هسه تقول ايش دعوة على ابن أبي طالب هيك محتاط؟ شوف العمل شو يسوي. شوف العمل شو يسوي. زين مثلا له معقب، يقول القرآن الكريم، أبين الآية أبين معناها بس التفسير في البداية، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بتعبير آخر سهل، خاف الآية ما مفهومة،
الأحداث العالمية التي تجري في الكون كلها مرتبطة بأعمال الإنسان. تصدقون هذا الكلام؟ كلها مرتبطة بشنو؟ بأعمال الإنسان. زين، مثلا خلونا نقسم الأمر إلى حسن وسيء، يعني أعمال حسنة شلون تأثيرها على الكون، وأعمال سيئة هم شلون تأثيرها على الكون في ثقافة القرآن، حتى نكمل المجموعات الأربعة لعلاقة العمل بالجزاء. مثلا الجانب الإيجابي، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله أكبر، لو استقاموا، اهدنا الصراط المستقيم، لو استقاموا على الصراط المستقيم لأسقيناهم ماء، ماكو جفاف، ماكو جفاف، لأسقيناهم ماء غدقا. هسه بالنتيجة الاستقامة كحسنة لها ارتباط بالكون، يوم ما لها ارتباط بالكون، لها ارتباط بالمطر، يوم ما لها ارتباط بالمطر، المطر إلى ارتباط بخضرار الأرض، يوم ما له ارتباط بخضرار الأرض، اخضرار الأرض إلى ارتباط بحياة الإنسان، يوم ما له ارتباط بحياة الإنسان، حياة الإنسان إلها ارتباط بوجود النبات، يوم ما له ارتباط بوجود النبات، ينطي ثاني أكسيد النبات، يطلي الإنسان أكسجين النبات، إلى ارتباط بحياة، شو شيء مرتبط بشيء؟ أنت من تسوي ذنب؟ هاي السلسلة كلها تتأذى. ما أدري وياي الأحبة، يعني الإنسان حلقة في هذا الكون، من يرتكب شيء هاي الحلقة تؤثر ببقية الحلقات، فإذا أثرت هو هم شنو؟ يتأثر. واقعين أنا زين، ولو أن هاي، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، ولو أن أهل القرى آمنوا، ما يجابون الإخوة، واتقوا. أنتوا أهل القرآن، شيعة آل البيت أهل القرآن، إمامكم الحسين قطع وراسه وهو يقرأ القرآن، يا إخوة أنتم أهل القرآن، منو أهل القرآن غير أتباع آل البيت؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بس هنا اكو 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 كلام هنا انا مهم، ما ادري اقوله ما اقوله، اوفق في ايصاله ما اوفق في ايصاله، بس خلي ادخل بمعمعته والله كريم. هنا أنا اكو اشكاليه خلي ابينها. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات. شوف بركات اخواني، البركات مو مطلق شو تعبر عنا، الخير كالمال وغير المال والاولاد. يعني انت الان الغربيين عندهم مال واولاد، يوم ما عندهم مال واولاد؟ سؤال، ليش ما تجاوبني؟ عندهم، والله عندهم، ليش خايف؟ عندهم مال وعندهم اولاد وعندهم مطار وعندهم خدم، عندهم يا ما عندهم؟ عندهم. زين هم امنوا واتقوا يا لا؟ لا ما امنوا واتقوا. زين شو الله منطيهم؟ وهم لم يؤمنوا ولم يتقوا الله. اخوتكم مو كل شيء تسمعوني انا ايش اقول قولوا صح. سالوني اعترضوا، قول ايش دعايش ايش قاعد تحكي انت؟ شنو امنوا واتقوا لفتحنا عليهم؟ شو هذولاك لا امنوا ولا اتقوا، كل شيء عندهم احنا كل شيء ما عندنا. شو وين الحكي هذا؟ هذا سؤال يا مو سؤال؟ سؤال جواب. القرآن الكريم يقول اللي يؤمن ويتقي مو ننطي مطلق المال والأولاد وهاي النعم الظاهرية اللي احنا نستدرج بيها العباد العاصين حتى نضربهم. اخواني هسه انا لهم اكو كلام، وانا ليش قلت هذا الموضوع اخاف ادخل بيه؟ اذا ادخل بيه ادري هذا يدخلني بمية دهليز. اخواني اكو عندنا عقوبة تأديب، اكو عندنا عقوبة تهذيب، اكو عندنا عقوبة استدراج، اكو عندنا عقوبة اهلاك. تفرقون بين الاربعة يوم تفرقون؟ تفرقون؟ معقول؟
اكو دقائق بيناتن ترى، خلي انت اخو اهل علم انا اتعلم منكم، بس اقول اكو دقائق لا بسرعه نجاوب. انا ما كنت ادري الا انا قراتها بكتب علمائنا وروايات آل البيت فهمتها، انا هم كنت ما ادري مثلكم، او لعله تدرون انا ما ادري، انا افهم مني وانا اتعلم منكم ولي الشرف ان اتعلم منكم. اقصد بس انا ما كنت ادري، الله يشهد ما بعدين قرات الدعاء وشفت شرح علمائنا التفتت. اكو عقوبه تاديب. عقوبه شنو؟ تاديب. تاديب شنو عقوبه التاديب؟ لا باوع لي ها. عقوبه التاديب يعني رب العالمين جل وعلا انت تسوي لك ذنب، بس انت خير خوش انسان بس ارتكب الذنب، بعد شو تسوي؟ صار ذنب. رب العالمين جل وعلا يخلي راسك يرتطم بشيء حتى تلتفت الذنبك، ينبهك حتى ترجع للتوب. هاي يسموها عقوبة شنو؟ اكو عقوبة تهذيب. تهذيب شنو؟ قبل لا تموت رب العالمين يضربك بمرض 3 سنين، المرض يخليك معلعل على الفراش، يهذبك لو ما يهذبك يشيل ذنوبك بيهن. هاي عقوبة شنو؟ اكو عقوبة استدراج. سنستدرجهم، القرآن يقول شنو سنستدرجهم؟ تردون تريد ولدياً؟ هاك 5، تريد سيارة؟ هاك 10. يخلي ايده على التراب، رب العالمين يقول للتراب صير ذهب، إله يصير ذهب. شو تريد؟ قل لي شو تريد؟ تريد راحة؟ هاك راحة. تريد صحة؟ تلزم الحديد بيدك تلويه، كل شيء يطيك، بس يطيك حبا بيك لو يستدرجك. يستدرجك من بعد ما يضربك، ضربك وياي ذولا الله منطيهم كل شيء مثل الشيوعية، من انطاهم 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 تالي شنو؟ ضربهم. مثل الاشتراكية، انطاهم 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 تالي شنو؟ ضربهم. أسر رأس مالية انتظروا ضربة. هو جر إذن صار بالوضع الاقتصادي قبل 4 سنين 5 من ضربهم بالاقتصاد وخلاهم حايرين، وخلى الشركات 3/4 تطرد موظفيها مو يولا، وقام يتسكعون بالشوارع. جرة إذن صار، بس الضربة القوية تأتي، هم الآن في حالة استدراج. إذن المقصود بهاي الآية أنه شو منطيهم إحنا ما ينطينا، مو مطلق العطاء، لا لا، اللي يؤمن ويتقي ينطي عطاء البركة، مو مال وأولاد بس، عطاء شنو؟ شوف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مو مال وفلو مال وأولاد وكذا وزائلة، بركات. البركات ما ينفع ويبقى نفعه دائما، يعني فتح البركة مو كالفتح المادي الموجود عند الغربيين، فتح المادي استدراج، فتح البركة إكرام. ما أعرف وصلت ما وصلت، ما بعد هذا الأقدر له، يعني هذا الأقدر شيء أوصله. ولهذا حتى في آية أخرى، شوفوني في آية أخرى نفهمها من خلال هاي الآية اللي فتحنا عليهم بركات. شلون؟ قل يا أهل الكتاب كذا، لن تكونوا على شيء حتى تقيم، ولو أن كذا أقاموا التوراة والإنجيل، هيك أقام في سورة لم تخن الذاكرة، المائدة، ما أدري، إي في المائدة، في المائدة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، ولو أنهم بوعلي، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم. هاي من فوقهم، لأكلوا من فوقهم مو مطلق الإعطاء المادي، لأكلوا من فوقهم المقصود أكل البركة. والله قاعد أقول حاجة دقيق، شلون أكل البركة؟ بدليل هذه الآية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات. البركات من فوقهم، هنا لأكلوا من فوقهم، يعني لأكلوا شنو بدليل هذه الآية؟
بركات، مو مجرد النفع المادي، بركات. مو فتح المادة، فتح البركة. فرقوا فرقوا. مو فتح الاستدراج، فتح الإكرام. فرقوا إخواني. هذه هذا اللي قاعد أقوله من دقائق القرآن الكريم، والله من رقائق القرآن الكريم، من دقائق القرآن الكريم. هذه رقائق، دقائق، نكات دقيقة جدا هذا قاعد أقوله الآن. بالنتيجة العمل يؤثر سلبا على الكون أو ما يؤثر؟ يؤثر. العمل يؤثر طبعا، إذا كان العمل سلبي يؤثر سلبا، إذا كان العمل إيجابي يؤثر على الكون إيجابي. لو ما يؤثر فتح بركة ففتحنا، وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إلى غير ذلك. طبعا ذولاك فتح المادة مو البركة، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. والله شوف هاي الآية أرجوك، هاي آخر شيء أقولها ولو عندي بعد وقت. والله شوف هاي الآية أرجوك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فتحنا. الله 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 الله. شوف فتح عالم المادة، العالم المادي، وفتح البركة للذين آمنوا واتقوا. أكو فتح للذين نسوا، أكو فتح للذين اتقوا. شوف الفرق بين الفتحين في القرآن، حتى لا تقول العالم الغربي كل شيء عنده. فلم هاي عن الماديين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مو أغلقنا، فتحنا. تردون فلوس هاكم، تردون أموال هاكم، تردون جمال هاكم، تردون طبيعة هاكم، تردون شتردون شتردون هاكم. الله يقول أنا فتحت لهم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون هالكون آيسون. ننطيهم 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 نضربهم. هذا فتح العالم المادي. أنت فتحنا، أنت مو هذا الفتح للذين آمنوا واتقى. لا لا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. أين هذا من ذاك؟ هذا وين وذاك وين؟ هذا الفتح وين؟ ذاك الفتح وين؟ الله أكبر. هسه ما دام وصلنا لهنا، أنا ما أدري باوعولي آخر شيء أقول، هو هذا يأخذني للحسين. الحسين ماذا قال؟ قال من لحق بي منكم استشهد. شوف تفتوا هالنكتة هاي الدقيقة. الحسين ماذا قال؟ من لحق بي منكم شنو؟ ها؟ استشهد. ومن لم يلحق لم يدرك شنو؟ الفتح. ومن لم يلحق لم يدرك شنو؟ يا فتح، هذا فتح البركة يو فتح المادي. ها؟ الثابت المفيد فتح البركة. الحسين لليوم باقي وما باقي، فتح بلدان وما فتح بلدان، فتح قلوب وما فتح قلوب، فتح حضارات وما فتح حضارات. تعال إلى يزيد. يزيد من حيث الوضع المادي كان فاتح ومو فاتح، من حيث الوضع المادي قتل الحسين وانتصر، ولكن فتحه استدراج. هم فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما فرحوا يقول أخذناهم بغتة. يزيد بس فرح رب العالمين، قصم وما قصم اليزيد، قصم وضرب وضرب دولة بني أمية وقصم ظهرهم. ولليوم يزيد لعنة اللاعنين. شوف الفرق بين هذا وذاك.
هاي سنن تكوينية المفروض نفهمها، ما أدري إلى متى نبقى بالجهل. ما أدري أحكي عن روحي، عن نفسي، أنا أحكي عن نفسي، ما أدري إلى متى أبقى جاهل. هاي سنن إلهية المفروض نفهمها، هاي قوانين، قوانين سنن، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنن شو وقت نفهمها نعيها أنا وياكم؟ آني مو أنتوا، آني شو وقت أفهمها آني؟ الليلة المحاضرة أتخمناها بالدقائق، أتخمناها بالدقائق، أتمنى ما شكلت ثقل عليكم، هي بس الليلة الجاية وتتشفون شري وتخلصون مني. الله يحفظكم. من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق لم يدرك الفتح. بوركت أبا عبد الله، وبورك فتحك يا أبا عبد الله، روحي فداك يا ابن الزهراء، صلى الله عليك يا ابن فاطمة، لليوم عايشين ببركة فتحك يا حسين، جزاك الله خيرا يا ابن فاطمة، شكرا لك يا أبا عبد الله، فضلك كبير علينا، غرقتنا بفضلك يا أبا عبد الله، والله كل ركعة نصليها اليوم فضلها إلك يا أبا عبد الله. شوفوا أثر العمل الحسن شلون يأثر على الغير ويأثر على الكون. الآن الحسين مأثر علي وعليك بعمله، يوم ما مأثر، شوف الحكي، شوف أثر الحسين علي وعليك بعمله، بشهادته، بحسنة شهادته، لليوم أثر باقي علي وعليك وعلى الكون كله. هذا اللي شاف العائلة من طلعت من المدينة، شاف العائلة من طلعت من المدينة، عائلة الحسين، يقول منظر خروج العائلة كان عجيب. شلون عجيب؟ يقول شفت مثل علي الأكبر عليه السلام اجا قال للبني هاشم هيئتوا المحمل هذا كذا 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 كذا، يهيئنا. يقول برا شوية علي الأكبر طلع، لازم له مرة من ايدها خفرة ما مبين منها شيء، لا ايد لا اصابع لا وجه، كامل حجابها. يقول صعدها في هودجها وسد الهودج عليها، غلق الستائر وكذا. يقول عرفت هاي ام العلي الاكبر ليلى، هاي برا شويه فلان فلان فلان، كل من صعد امراه خفره مصونه محجبه. يقول برا شويه شفت بني هاشم كلهم اصطفوا على محمل، كلهم قبل شويه كل واحد يطلع له مره، هسه لا، نوخوا ناقة وفتحوا الستار منها شالوه حتى تدخل امرأة. يقولوا وقفوا سماطين من الناقة الباب الحوش، وقمر العشيرة يطبوا يطلع، هات هيئتوا الأمور جاهزة، المحمل جاهز، الناقة منوخة كذا. قلت هاي من تريد تطلع؟ فاطمة الزهراء تريد تطلع؟ شنو بني هاشم كلهم وقفوا سماطين وحالة تأهب، والعباس طالع وقمر العشيرة مخبوص بالوضعية، يعني وضع مو طبيعي. يقول ببرا شوية طلعت امرأة خفرة وقورة تمشي برزانة، مرأة هاشمية أصيلة. يقول وابو فاضل يمشي بصفها وصعدها عن ناقة. سألت قلت لهم منو هاي الخفرة اللي بني هاشم هيك خبصوا بيها؟ قالوا هاي اسمها الحوراء زينب. هاي زينب المخدرة. الله الله. ولهذا أم الخدر تقول أخذني من إيدي عباس وطلعني. ها؟ لزمني من إيدي عباس وطلعني. اسمع اسمع. لزمني من ايدي عباس وطلعني، اسحقت متنا وعلى الناقة وضعني. الله الله. تقول خلالي متنا ودشت على متنا. الله أكبر. لزمني من ايدي عباس وطلعني، اسحقت متنا وعلى الناقة وضعني، وانشرايته علي وقبعني. يا با وانشر رايته، وانشر رايته علي وقبعني.
تضعني اوضحني ضلع وش محلاي تضعني. اي والله زينب يا بضعني ضلع ضعني ضلع وش محلاي تضعني لا حد شافني ولا حد سمعني ضعني ضلع وش محلاي تضعني ضعني ضعني لا حد شافني ولا حد سمعني الله الله يا بلا حد شايفني ولا حد سمعني الفخر كل الفخر جر وتبعني الفخر كل الفخر جر وتبعني يا بتبعني انا اجيت 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 الكربلاء والله انا قصر قامتي زينب تقول قصر قامتي من خاف لا خاف شنو اقصر قامتي من خاف لا خاف يصدوني وظل بالعين انشاف والله يصدوني وظل بالعين انشاف انشاف المثل بين غربة شلون تنعاف اي والله المثل بين غربة شلون يا بتنعاف وعوفان اخوتي موش من الانصاف موش من الانصاف انا عوفان اخوتي موش من الانصاف حميد بن مسلم يقول يوم العاشر شفت الخيام محترقة والنسوان طلعت تركض واكو خيمة نصها النار ماكلتها والنص الثاني مشتعلة بالنار يقول وشيف الزينب واقفة على هاي الخيمة ما شاردة مثل بقية النسوان قلت لها النار أخذت أذيال عباءتك علوية اهربي قالت لي لا والله لنا عليل في هذه الخيمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشاعر شي يقول عن زينب يقول نار مية بالمخيم تستعر نار ومية بالمخيم تستعر وزينب برجليه تسحق على الجمر شلون تسحق على الجمر؟ اسمع الشطر الثالث شو راح يجمك نار ومية بالمخيم تستعر وزينب برجليه تسحق على الجمر المعلم تطفي النار من الزهور باب أمها الزهراء معلم الطفي النار من الزهور بني هاشم وانتو لا نار اللي تطفيتوها وانتو لا نار اللي تطفيتوها بمحمد وآله صلي على محمد وآله محمد عجل فرج مولانا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لواء اقضي حوائجنا يا الله.